شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان التعاون من أجل مستقبل مشترك بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية، حيث تستمر أعمال المؤتمر حتى 15 من يونيو الجاري، وذلك بمشاركة رؤساء برلمانات وبرلمانيين وقادة دينيين وممثلين عن المجتمع المدني بهدف تبادل الآراء والتجارب لمواجهة القضايا الرئيسية التي تعيق التعايش السلمي. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من مدينة مراكش المغربية سعادة الدكتورة مريم الضاعن عضو مجلس النواب. سعادة النائب، حدثينا عن مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في هذا المؤتمر وأهم ما ستطرحونه خلاله من أوراق عمل. شكرا على الاستضافة. اليوم احنا في المملكة المغربية الشقيقة، وحبيت اني انوه واشيد الى تجربة مملكة البحرين الاستثنائية والرائدة في التسامح والتعايش وقبول الآخر، وحبيت أأكد وأثني على أن دستور مملكة البحرين اليوم يحمي الحريات الدينية كافة، ويمنح المواطنين والمقيمين على أرضها حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة لدى المملكة. اليوم حبيت أأكد هو أننا بحاجة فعلاً للتعاون البرلماني من أجل تعزيز الحريات الدينية للجميع بغض النظر عن الديانة أو المعتقد أو حتى الثقافة، من خلال توفير مناخ يسمح بممارسة العقيدة وحرية التعبير والمساواة. كبرلمانيين في الواقع احنا بحاجة، بأمس الحاجة اقدر اقول، لإيجاد أطر تشريعية لتحقيق هذا الهدف، ألا وهو الهدف 16 للتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى تشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع. اليوم تجربة مملكة البحرين هي بصمة حقيقية لهذه الجهود. من مدينة مراكش المغربية سعادة الدكتورة مريم الضاعن عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا.